كما ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي للتعليق على التحضيرات للمنتدى. بداية وبعد التحية، تواصل إدارة منتدى شباب العالم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتقنيات غير مسبوقة للوقاية من كورونا. يعني من وجهة نظرك، إلى أي مدى يمكن لهذه الوسائل الجديدة أن تسهل من المشاركة الآمنة في فعاليات المنتدى؟ مساء الخير أولا، وألف مبروك على قرب انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، الحدث الأهم على مستوى العالم كله فيما يتعلق بالحوار الفعال بين الشباب. طبعا الدولة المصرية لها باع طويل في عقد اللقاءات والتجمعات والمؤتمرات والأحداث الكبرى بعد جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بتقنيات حديثة، ومن خلال نظام الفقاعات، ومن خلال أنظمة احترازية شديدة التركيز والدقة لضمان أمن وسلامة المشاركين في هذه الفعالية. فلا خوف ولا قلق إطلاقا من قدرة مصر المجربة سابقا في بطولات عالمية وفي تجمعات كبرى في هذا الموضوع. الأمر الثاني، أننا بصدد حدث بالفعل كبير على مستوى العالم كله وليس على مستوى الدولة المصرية، لأن كما نعلم أن الأمم المتحدة اعتمدت الدورات الثلاث السابقة للمنتدى باعتباره واحدة من المنصات الكبرى الملهمة للشباب في العالم، وبالتالي فإن هذه الدورة الرابعة التي تنعقد في الفترة من 10-13 يناير برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة منه، هي أيضا محط أنظار الشباب في مختلف أنحاء العالم ومحط أنظار المنظمات الأممية الكبرى التي ترى في هذه الفعالية نوعا من تحفيز طاقات الشباب عبر العالم ومناقشة القضايا الكبرى من خلال مسارات موازية للمسارات الرسمية. نعم، يعني سيد كريم، بالطبع يعني نسمع لأول مرة في انعقاد هذه النسخة الرابعة من المنتدى عن وجود روبوت يستخدم في تعقيم القاعات ضد بالطبع كورونا، وأيضا تقديم الأطعمة والمشروبات وقياس الحرارة. كيف تقرأ فكرة هذه التقنيات في استخدام الروبوت، بالإضافة بالطبع إلى التقنيات المستخدمة في التواصل عبر الأونلاين وحضور الجلسات والمشاركة من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي؟ هناك إجراءان تقوم بهما الجهة المنظمة للمنتدى وعموما الدولة المصرية. أولا، في الدورة السابقة 2019 كنا بصدد مناقشة قضية الذكاء الاصطناعي، ويعني قطعنا شوطا كبيرا في التعامل مع تطبيقات هذه التكنولوجيا، وكان حاضرا معنا في هذه الدورة صوفيا. الروبوت صوفيا. الدولة المصرية كما تعلمين أطلقت عدد من الجامعات التكنولوجية ومجالات البحث في هذا النظام باعتباره ومستقبل الأعمال في الفترة المقبلة، ولديها رصيد من الخبرات في هذا المجال، وتأخذ بأحدث المستجدات في هذا المسار وتطبقه حرفيا في قطاعات، ومنها قطاع الطب وقطاعات أخرى. ولذلك ليس غريبا أن نرى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ الأيام المقبلة. نعم. ليس غريبا، متوقعا طبعا، ومتوقع أن نشهد مزيد من هذه. نعم. التطبيقات في الأحداث. نعم. الكبرى مستقبلا، خاصة وأننا نعتمد هذه التطبيقات في عدد من مستشفياتنا وعدد من وصلت الصورة العلمية. نعم، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي كريم عبد السلام.